السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نتكلم على الريجوليشن متاع الارتيريال بلود بريشر. تمام، اول حاجة لما نتكلم على الريجوليشن متاع الارتيريال بلود بريشر لازم نولوا لعملية او قانون مهم قبل ما نتكلم عليه اي حاجة. لازم نعرفوا ان الريجوليشن يتبع عملية مهمة اللي هي تقول ان المين ارتيريال بريشر يساوي الكاردييك اوتبوت ضارب التوتال بيريفرال ريزيستنس. تمام، هذه تعتبر هنا اهم عملية بالنسبة لنا في حالة شني، في حالة نقوله اللي هو حيكون الريجوليشن اوف بريشر. تمام، علاش؟ لان اي تغير يصير في المين ارتيريال بلاد بريشر حنعادلوه بالكاردييك اوتبوت والتوتال بيريفرال ريزيستنس. وكيف نلعب عليها؟ ما دمنا نلعب عليها عن طريق اللي هو الاوتونوميك نيرف سيستم السمباتيك والبارا سمباتيك سيستم. فهذا هو ريجوليشن فور ارتيريال بلاد بريشر، ان نديره في ريجوليشن الكاردييك اوتبوت ولا توتال بيريفرال ريزيستنس باش نعدلوه ونخلي المين ارتيريال بلاد بريشر يعتبر ثابت. من ناحية الريجوليشن اوف ارتيريال بلود بريشر حيكون عنده شني، عنده اللي هو تو تايب اوف ريفلكسز، اللي هما واحد نسموه فيه الشورت تيرم، وفي اللي هو حيكون الانترميديت لللونج تيرم. تمام، انترميديت لونج تيرم، فهادم اللي هو الشورت وهادم اللونج واللي الانترميديت تيرم. شو معناه؟ نعرفوا ان الشورت تيرم يصير لحالات مؤقتة وتعتبر سريعة. يعني ان اول حاجة الشورت يقعد لك اللي هو اول حاجة الاكتيفيجن متاعه ريكوايرز اللي هو حيكون سكندز. تمام، لكن تاني حاجة ان الديكريس الاكتيفيتي متاعه تبي مينتس. ثالث حاجة ان اصلا الدي اكتيفيشن متاعه او اللي هو حيكون الدي اكتيفيشن متاعه امتى يوقف بالضبط يبي شوية اورز. تمام، يبي شوية شني، يبي شوية اورز. فالدي اكتيفيشن متاعه يبي اللي هو حيكون فيو اورز. لكن من ناحية الانترميديت لللونج ريفلكس نلقوا ان الاكتيفيشن متاعه ريكوايرز مينت، الديكريس في الاكتيفيتي متاعه ريكوايرز اورز، وممكن حتى اللي هو الدي اكتيفيشن بتاعه ياخذ اللي هو حيكون عباره شيني ويكس او دايز نقوله. فهذا اللي هو حيكون الشورت والانترميديت من ناحيه اللي هو انترميديت لونج ميكانيزم من ناحيه الديوريشن بتاعهم. لكن ان الشورت اصلا شن طبيعه اللي هو الاكتيفيشن بتاعه اللي هو حتكون عباره شن نسموه فيها نيرفس. تمام، اللي هي تعتبر لك شيني نيرفس ريفلكس. تمام، ونعرف ان اللي هو حيكون اللونج انترميديت ريفلكس عن طريق اللي هو حيكون ستراكشر معين نعرفوه نسموه فيه اللي هو الانزيو تنشن. تمام، اللي هو انزيو تنشن 2. طبعا هذا نسموه فيه شيء نسموه فيه رينال انزيو تنشن ريفلكس. تمام، تاني حاجة من ناحية النيرف باش هم انواع الريفلكس من ناحية الشورت تيرم. لو تكلمنا على اللونج تيرم ان اللي هو حيكون اكتيفيشن بتاعه يبي مينتس، اللي هو الديكريس الاكتيفيتي بتاعه يبي اورز، دي اكتيفيشن كامل يبي دايز. ونعرف ان الانجيوتنشن 2 مثال عليه عن طريق اللي نسموه فيه رينال الانجيوتنشن ريفلكس. لكن من ناحية النيرفز اللي هو حيكون الشورت تيرم ريفلكس، there are three types of reflexes. اول حاجة نسموه فيها شنو، نسموه فيها البارو، والتاني اللي نسموه فيها كيمو، وعندك الاخيرة اسكيميك. لكن وين الاسكيميا؟ حتكون في السي ان اس ريفلكس. فهذا هو اول حاجه عندك البارو، الثانيه كيمو، الثالثه اسكيميك سي ان اس ريفلكس. باش معناها بارو اكيد هذا اللي هو حيكون عن طريق الضغط، كيمو عن طريق اللي هو حاجه شيني كيميكال، والاسكيميا عن طريق نقص البلد سبلاي تو ذا برين. تمام، فهذا اللي هو حيكون انواع الريجوليشن بتاعنا. فاول حاجه بنشوفها عندك اللي هي حتكون فيه شورت، في لونج. الاكتيفيشن بتاعها قديش يبي؟ يبي اباوت مينت. اللي هو الدي اكتيفيشن بتاعه يبي اورز،
واللي هي decrease، اللي هو decrease activity ب hours deactivation بتاع اي بي days. نفس الشيء اللي هو حيكون الشارت الاكتيفيشن بتاع seconds دي اللي هي decrease activity minute deactivation يبي hours، طبعا عن طريق اللي هو حيكون النيرفس. تاني حاجة هذا اللي هو حيكون عن طريق الانجيوتنشن اللي هو نسموه في رينال انجيوتنشن ريفليكس. وعندك اللي هو هذا حيكون عبارة عن شنو، عندك هنا اللي هي بارو، هنا كيمو، وهنا اللي هو حيكون عبارة عن شنو نسموه فيها اللي هو سكيميك ريفليكس. تمام، هذا شنو، هذا اللي هو حيكون الريجوليشن بتاع اللي هو حيكون البلود بريشر. تمام، تو ناخذ كل واحدة منهم بالتفصيل وبنتكلم عليها. تمام، اول حاجة بنتكلم عليها اللي هي حتكون الشورت تيرم ريجوليشن. تمام، فنديروا رقم واحد رقم واحد نتكلم اول حاجة اللي هي حتكون علي البارو ريفلكس. شنو هي البارو ريفلكس؟ اول حاجة انت تعرف كلمة بارو شو معناها. بارو معناها الضغط، معناها الضغط يعني اي حاجة تصير من ناحية الضغط في البلود فيسل حتتأثر بها اللي هو الريفلكس هذه وتدير في ريجوليشن له. ونعرفوا ان اصلا البارو ريفلكس للعلم اخذناه حتى في الريسبيراتوري سيستم السيمستر اللي فات. فاول حاجه لما نتكلم على البوزيشن بتاعه، هذه رقم واحد، ان البوزيشن بتاعه، بوزيشن بتاعه وين نلقو، كان في الاورتك ارش والكاروتيد ساينوس. تمام، فهذه اورتك ارش، و الكاروتيد ساينس. هذا من ناحية شنو، هذا من ناحية البوزيشن متاعه، يعني وين القوم، في الاورتك ارش والكاروتيد ساينس. تاني حاجة منشوف اللي هو طبيعة ان شنو، ان الريسبتر متاعه، الريسبتر متاعه لازم تفهم اول حاجه ان الريسبتور بما انه بارو ريفلكس يعني يحس في الضغط. باي كيف بيحس الضغط؟ هل هو يقيس في الضغط عنده جهاز معين يقيس بيه؟ كيف بيقيسه؟ اول حاجه نعرف احنا ان الضغط عباره عن شيء، عباره عن فورس اكسكريتد ابون بلود فيسل، وهي تعتبر القوه مسؤوله عن الدستنشن بتاع البلود فيسل. فالريسبتور هذا كيف انه بارو ريفلكس، كيف يحس في الضغط؟ عن طريق انه يقيس في كميه الدستنشن بتاع البلود فيسل نفسها. فاول حاجه الريسبتور خيره ان اللي هو حيكون عن طريق الديستنتبيليتي، او نقولوا ان ستريتش سنسيتيف، ستريتش سنسيتيف. تمام، فهذه اهم حاجه نبوها، ان الريسبتور ستريتش ريسبتيف اللي هو ستريتش سنسيتيف. شو معناه؟ معناه لو نرسمه هنا حالتين، ان فيها نقص البريشر وحاله زاد البريشر. تمام، لو نقص البريشر شنو بيصير؟ بيصير ان شنو اللي مش ح... يصير له شنو، يصير له زي الكولابس البلود فيسل ولا، وكان اللي هو حيكون البلود بريشر زاد شنو بيصير له، يصير الانتفاخ. فهذه هي اللي يحس فيها الريسبتر هذا ويقول لك انه راه في زياده او نقصان في الضغط. ثاني حاجه اكيد تو انا نتكلم هذا شنو، نقولوا ان هذا الكومبوزيشن تمام متاع مني، متاع الريفلكس ارتش اللي هو كل شنو قوس الريفلكس بتاعنا. باي، بما ان تو كملنا الريسبتور وين بنمشوا تاني، وكعطينا البوزيشن بتاعه، تو نخشوا في حاجه اسمها الافرنت. تمام، هذه الافرنت، الافرنت باهي وين؟ الافرنت هذه راح تكون ايذر فيجاس ولا جلوسو فالنجيال نيرف. تمام، فاول حاجه اللي هو حيكون ان الافرنت ايدر فيجاس او جلوسو فالنجيال نيرف، على حسب انت من وين تاخذ، هل هي من الاورتيك ارش ولا من الكاروتيد ساينس. باي سنتر، السنتر بتاعنا اللي هو حيكون وين، السنتر بتاعنا وين بيكون؟ السنتر بتاعنا اكيد اللي هو حيكون السي في سي اللي هو كارديو فاسكولار سنتر. ما فيش حد، ما فيش غيره اصلا، ماشي الميدلا بلونجاتا باش اعطيك اللي هو السي في سي. نمشي اللي بعده افرنت، اكيد اللي هو حيكون عبارة عن شنو،
السمباتاتيك و البارا سمباتاتيك اللي هو حيكون نير فايبر، باي اللي هو الافكتور اورجان شنو مانا افكتور اورجان. الافكتور اورجان ديما حيكون الهارت ومعاها شنو البلود فيسل. فهذه الريفلكس ارك متاعنا متاع البارو ريفلكس بسيطه جدا، عباره عن ريفلكس مهمته ان اللي هو حيكون عباره شنو يحس في البلود بريشر عن طريق اللي هو الديستنتبيليتي متاع البلود فيسل، تمام. وللعلم البارو ريفلكس يعتبر لك اهم ريفلكس تدير بي ريجوليشن للضغط العادي متاع الجسم. باهي علاش؟ علاش ما اعتمدناش على الكيمو ولا ما اعتمدناش على سينس اسكيميك؟ لان لو بتشوفها شو معناها اسكيميا؟ اسكيميا معناها نقص للدم، يعني سينس اسكيميا ما هيش حاله طبيعيه، مش موجوده ديما. لكن البارو ريفليكس هذا يعتبر دي موست امبورتنت فاكتور، علاش؟ لان عنده اللي هو كونستنت ليفل اوف اكتيفيتي، كونستنت ليفل اوف اكتيفيتي. شو معناها الكونستنت ليفل اوف اكتيفيتي هذه؟ معناها ان راهو عنده فريكونسي معينه ديما يخدم بها، زي ما تتذكر اللي هو حيكون الفازو كونستريكتور سنتر في السي في سي مش ديما يخدم، اللي هو حيكون بفريكونسي معينه تزيد يدير لك سمباتاتيك فازو كونستريكشن، تنقصه بالفازو انهبيتوري بتاع البارا سمباتاتيك اللي ماليش نيرف معين مع انه يدير في انهبيتوري على الفازو كونستريكتور سنتر. فشني اللي هي البارو ريفلكس؟ ان الريسبتور بتاعه عنده نفس اللي هو حيكون الميكانيزم، يعني عنده فريكونسي معينه يخدم بها، لو تزيد الفريكونسي هذه او تنقصها حيصير لك افكت معين تو بنتكلم عليه، تمام. تو لو نرسم احنا الارش متاعنا هنا بشكل بسيط، تخيل ان هذا اللي هو هنا مثلا في الكاروتيد ساينس او الاورتيك ارش، وللعلم الكاروتيد ساينس يعتبر مور سنسيتيف ذان دي اورتيك ارش تو ذا بلود بريشر. هذه خلينا نكتبها هنا باش تكون واضحه هيك، ولا دقيقه خلينا نكتبه قبل. فنلقوا ان راو الكاروتيد ساينوس اكتر من الارش من ناحيه اللي هو السنسيتيفيتي، فهذه مهمه، تمام. لو بنولو هنا نرسمو الريسبتر متاعنا، تمام. تخيل ان هذا البارو ريسبتر متاعنا هيك صغير، تمام، عبارة عن ريسبتر بسيط جدا وطالع منه كي نديرو شني مثلا ما تمام نديرو كي شني هذا الافرنت باي ماشي منه، نقولو اللي هو حيكون الفيجاس، نرسم واحد بس ماشي منه اللي هو حيكون الفيجاس باي. تخيل معي ان هذا الميد برين ميدولا بلونجاتا خشله وهنا وماشي طبعا لشني للسي في سي كارديو فاسكولار سنتر. باي تو شو مندير؟ مش قلنا ان عندنا فريكونسي معينه للريسبتر هادي؟ بل الفريكونسي هادي لما تزيد شنو يصير ولما تنقص شنو يصير؟ هنا بنعتمدوا على حاجه مهمه جدا اسمها النيجاتيف ريفلكس ميكانيزم. راهي نيجاتيف ريفلكس، ما هيش زي السمباتيتك سيستم بمعدل ان لو زدنا الفريكونسي يزيد الفازو كونستريكشن، يعني تعتبر نفس الخدمه، او لما تنقص الفريكونسي يدير في فازو دايليتيشن. لا، انت هنا بتخدم على نيجاتيف ريفلكس، بمعنى ان تخيل لو زاد الضغط، طبعا هنا زاد اللي هو حيكون عباره عن دم هلبه وبدا يدير في اكسكريشن هنا على الوول متاع البلود فيسل، وبدا يدير في الديستنشن. شنو يقول الريسبتور؟ حاجه زايد الضغط. باهي، ونقولوا مثلا للريفرنس للشرح مش حقيقيه او علميه مثبته، ان نقولوا ان الفريكونسي متاعها 10 لسهوله الفهم. طبيعيا الريفلكس متاع 10 يعطي مين ارتيريال بلود بريشر 100. باهي، لو نقولوا ان زاد المين ارتيريال بلود بريشر مثلا قال ولا 120، باي الريفلكس هنا شنو يصير؟ ان اللي هو الفريكونسي متاعنا اول حاجه ان شنو يصير بتزيد، نقول ولت 15. باي توا شنو
بنتبعه بالشويه، زاد البريشر زاد الفريكونسي، لتو ماشيين كويس. زاد الفريكونسي، مشت الفريكونسي هذه، لكن مشكله في شنو؟ في شنو بيترجمها السي في سي الكارديو فاسكولار سنتر؟ انت تو جايب لي بريشر زايد وجايب لي فريكونسي زايده، السي في سي يقول له هدي شويه، قصدي هدي شويه من ناحيه شنو، انه بيبعت له شنو، بيبعت له بارا سمباتيك، انه شنو، انه تنقص البلد فيسلز. طبعا مش يبعت له بارا سمباتيك، هو اللي يفاسو دايليتر دي الاكتيفيشن، ويصير شنو، يصير في اللي هو حيكون ديكريس للبريشر، يصير في شنو ديكريس اللي هو حيكون للبريشر. فاول حاجه البريشر زايد، زادت الفريكونسي، وما ان زادت الفريكونسي شنو يدير الفريكونسي هذه، مهمتها ان تنقص لك اللي هو التوتال بيريفرال ريزيستنس، عن طريق ان شنو، عن طريق شنو الديكريس اللي هو في التوتال بيريفرال ريزيستنس هذا، عن طريق ديكريس اللي هو حيكون في السمباتيك. طبعا حتى في بارا سمباتيك اللي هو لمني البارا حيكون للهارت، باش ينقص حتى الكارديك اوتبوت، باش ينقص منها الكارديك اوتبوت ويرد لك اللي هو المين ارتيريال بلد بريشر باك تو نورمال. فانت تخيلي عندك مين ارتيريال بلد بريشر زايد مشيط، وهو عندك كارديك اوتبوت ضارب توتال بيريفيرال ريزيستنس، خلاص نقص لي السمباتيك باش ننقص الريزيستنس بتاعي، وفعل لي البارا باش ننقص الكارديك اوتبوت بتاعي. فهذه هي، شفت انت بدأت بزياده وتمت بنقصان، هذه اللي نسمو فيها النيجاتيف فيدباك ميكانيزم، ونعرفها من زمان غير اللي هو باش تثبت الميكانيزم كلها على بعضها. فلو العكس صار، لو صار اللي هو لو بنشوفه، لو صار نقص في البريشر اكيد اللي هو لو صار نقص في البريشر اكيد الفريكونسي حتنقص. بما ان الفريكونسي تنقص شنو يصير؟ يقول لك السمباتيك زيد للاكتيفيتي بتاعي من جميع النواحي، فيدي لك الفاسو كونستريكشن، ويدي لك التاكي كارديا، يدي لك شنو التاكي كارديا. فهنا تلقاها الكارديك اوتبوت، لا مش هنا، هنا تلقى التوتال بيريفرال ريزيستنس مشيطه، وتلقى اللي هو الكارديك اوتبوت مشيطه. فهذا مصاص مع بعض شنو يديروا لك؟ يديروا لك اللي هي زياده في المين ارتيريال بلاند بريشر. تقريبا هيك وضحت هلبة الميكانيزم بتاعنا، عبارة عن نيجاتيف فيدباك ميكانيزم، اللي هي مهمتها عبارة عن شنو، مهمتها ان لو صار في ديكريس في البلد بريشر نلقوا ان البارو ريسبتر الفريكونسي بتاعها تنقص. بما ان الفريكونسي بتاعها تنقص معناه رو في حاجة صايرة غلط، السي في سي ترجمها يبعث لك اللي هو سمباتيك. كل مهمة شنو، مهمة الريفلكس هذه اللي بادية من ستريتش ريسبتر، وبعدين ماشي عن طريق افرنت، والافرنت مشي للسنتر، وبعدين يبعث لك فرنت للبلد فيسل والهارت بشكل عام، تمام. فهذه تعتبر شنو، نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. وتكلمنا اللي هو حيكون علي الكومبوننت نتاع الريفلكس ارك، قعدوا لنا تعتبر لي حاجات بسيطه جدا، تمام، اللي هي هل البارو ريفلكس هذا يخدم على جميع اللي هو يخدم على جميع انواع البلد فيسل ولا لا. تخيل ان البارو ريفلكس هذا يخدم على جميع انواع البلد فيسل، يعني تخيل انت لو نقص مثلا بريشر بتاعك، نقوله من لا نقوله زاد مثلا من 90، من زاد من 90 نقوله ولا 140، باهي مثلا كان انت طبيعي بتاعك مين ارتين بريشر، نقوله 100 ولا شني، لا ولا 140 ولا شني ولا 140. فالريفلكس بتاعنا شنو بيدير؟ بينقص البريشر. تخيل انت لو دارها لمن، دارها لاهم تو فايتال اورجنز بتاعنا، اللي هم حيكون اللي هو حيكون السيريبرال والكورونري ارتري، كارثه حتصير حرفيا. البلد فلو حينقص، يسبب لك اللي هو لو نقص على الهارت بيسبب لك مايوكارديال انفاركشن عن طريق نيكروزس، ويبدا يدير لك فايبريليشن وبتخش بعضها، تمام. لكن كان السيريبرال بيدير بتخش في اسكيميا، انت بتخش في نقص دم وبعدين بيخش في اسكيميا، ونعرف ان الاسكيميا بعدين فيها كومبنسيتوري ميكانيزم اسكيميك ريفلكس، تم نتكلم عليها بعدين. فكيف نبي نتجاهل الوضع هذا؟ عن طريق اصلا حاجه قارينا احنا من قبل، هي الميتابوليك افكت، يعني ان الكورونري ميتابوليك افكت، يعني ان الكورونري والسيريبرال بلد فيسل بوث ار نوت برايميرلي اور
hardly او نقولوا intensely affected by the nervous system reflexes، لان mainly it is affected by the metabolic. علاش؟ لان تبي على حالها بروحها هيك منعزل، انا vital organ I'm not associated with any reflex that may occur in other organs. فخليني نخدم على blood vessel معين انا باش نوفر لك constant blood flow to the vital organ اللي هو الهارت والبرين، لان الهارت والبرين يعتبر اهم حاجه. الهارت يعطيك البلد والبرين يعطيك الثوتس، فضروري thinking والثوتس بشكل عام. فهذه هي تعتبر اهم organs، والorgans هادم they are not highly or primarily affected، لان اللي هو الريفلكس اللي نتكلم عليه لو من جو ان الorgans اللي mainly affected به تلقاهم حاجات بسيطه. شنو هي؟ skin blood vessel و متاع سكيلت المصل، هم اصلا كلهم بلود فصل سكن سكيلت المصل وجي اي تي. فلو منشوفه هنا نقولوا انهم راهم ثلاثه، شنو هم ثلاثه متاعنا؟ اكيد سكن و سكيلت المصل واكيد جي اي تي. فهذه هي اللي تبه من ناحيه البارو ريفلكس. تكلم اللي هو ان كيف الميكانيزم متاعه. انت اول حاجه نتكلم على البارو ريفلكس، ما تقراش الشيء طول برا، شد ورقه معينه اي ورقه ارسم فيها الريفلكس بروحك وابدا تخيل فيها وين مكانها، راهو في الكاروتيد ساينس ولا اورتيك ارش، باه شنو نوع وكيف يخدم، راهو بارو ريسبتور ويخدم بالديستنشن، باه الافرنت نتاعها شنو، فيجاس نيرف وجلوسوفالنج على حسب المكان وين ماشي، ماشي للسنتر. السنتر شنو هو؟ سي في سي، سي في سي شنو، في فازو انهبيتوري وفي فازو كونستريكتور ومعاه كارديو انهبيتوري. باه هذا وين ماشيات؟ ماشيات بافرنت. وين ماشيات؟ اللي هو الافكتور اورجن اللي هو بلاد فيسل وهارت. باه كيف يخدمه؟ زاد البريشر، بما ان عنده فريكونسي معينه البارو ريسبتور هذا، لو زاد البريشر بتزيد الفريكونسي. باش الافكت مع نتاع الفريكونسي هذا في السي في سي تدير له ليو انهبيشن للسمباتاتيك وستيميليشن للباراسمباتاتيك. بكيف يصير؟ يصير ان الفاسو ديلاتيتر سنتر مهمته انهبت الفاسو كونستريكتور سنتر، فيدير لك في فاسو ديلاتيشن فينقص لك التوتال بريفر ريزيستنس. وثاني حاجه يدير لك في اكتيفيشن الكارديو انهبيتوري سنتر، فيدير لك شيني برادي كارديا بدل تاكي كارديا، فينقص لك الكارديك اوتبوت، وفي نفس الوقت ينقص لك التوتال بريفر ريزيستنس. فمع بعض كده ينقص لك شيني مين ارتيلبل بريشر يخليه باك تو نورمال. هذا شيني؟ هذا لما يزيد البريشر خليه على جنب. لما ينقص البريشر، لما ينقص البريشر عباره عن شنو يصير؟ تنقص الفريكونسي. بما ان تنقص الفريكونسي فيكمل لك، يكلم لك السي في سي، ويكلم لك السي في سي يقول لك بما ان نقص الفريكونسي معناه في حاجه ديكريس بالبريشر، يفعل لك السمباتاتيك، يدير لك انهبيشن للكارديو انهبيتوري، ويدير لك استيميليشن للفازو كونستريكتور والكارديو اكسايتاتوري لان تبع بعض، فيدير لك اللي هو تاكي كارديا، ويدير لك الفازو كونستريكتور، يزيد لك في التوتال بريف ريزيستنس، يزيد لك في الكارديك اوتبوت، ومعاها مع بعض يزيد لك في المين ارتيريال بلود بريشر. فهذا من التو مين امبورتنت ريفلكسز. حاجه بسيطه من زيادة وتذكرتها، ان لو نقص البريشر من مثلا نقوله من اللي وصل لي 70، للعلم البارو ريفلكس مرات يوصل حتى زيرو الفريكونسي بتاعه، مرات ما يخدمش بكر، تمام؟ فهذا اللي نبوه بشكل بسيط على البارو ريفلكس، تمام؟ لكن تو نبي حاجه ثانيه انا بنتكلم عليها تبعها، طبعا تبعها لكن بنسموها فيها شنو، بنسموها فيها الناحيه الخطه على جدرتنا ولنديرة احسن على الاقل. نتكلموا عليها اللي حتكون الادابتيشن، تمام؟ نتكلموا توا على شنو، بنتكلموا على الادابتيشن للريجوليشن نتاع البارو ريفلكس. شو معناها الادابتيشن؟ الادابتيشن تعني ان توا معقوله ان مع عمر لو بتفكر فيها، بما دام احنا عندنا بارو ريفلكس زي هذا ديما يسوي لك في الضغط، بها علاش ما علاش عندنا في حد عندنا هايبرتنشن وحد عنده هايبوتنشن؟ مش كان المفروض الريفلكس هذا يخدم ديما وامور طيبه؟ معناها ما فيش حد عايش مفروض ان اللي عنده لا هايبرتنشن لا هايبوتنشن. لا، في حاجه، بما ان انت مبكري قلت ان راو فيه ان اسمه شنو هذا، شورت تيرم ريفلكس، يعني يخدم لمده بسيطه او مسافه بسيطه من الزمن، بعدين شنو بيخش حاجه نسموها فيها الريستنج ستيت او الادابتيشن اوف دي بارو ريسبتور. شو معناها الادابتيشن او الريستنج اوف دي بارو ريسبتور؟ معناها انه خلاص تهش البارو ريسبتور هذا ديما احفظ انه كان انسان خلاص ما عندهش جهد. بما ان شنو البلد فيسل عنده، تمام، يقول له البلد بريشر مثلا، يقول مثلا البلد بريشر نقوله زاد من 90 نقوله ولا 110، باي هذا البلد بريشر نتاعه ولا 110، شنو صار؟ الفريكونسي اللي هو او الريفلكس نتاع البارو ريسبتور اكيد بيزيد الفريكونسي، بيكلم السي في سي، بعدين بيصير الانهبيشن، وبيولي اللي هو حيكون عباره شنو، بيرد شويه باك تو نورمال. لكن المشكله في شنو؟ المشكله في طول الوقت،
تمام، لو طول الوقت وقعد البريشر متاعنا 110 لمدة يومين، هذا بيولد طبيعي جديد، وهذا بيخدم عليه شني البارو ريفلكس جديد. يعني انت البارو ريفلكس الفريكونسي اللي كانت على 90 بتولي نفسها اللي هي حتكون على 110 بعد اللي هو يومين. يعني واحد مثلا ضغط بتاعه زاد 110، البارو ريفلكس في البداية يخدم، لكن بشوية بشوية يبدأ يتعود البارو ريفلكس انه يدير الفريكونسي بتاعه، يخلاها تبع ال 110 ويعتبر هو الطبيعي جديد. نفس الشيء حتى لو نقص البريشر مثلا من 90 نقول ولا 70، نفس الشيء الفريكونسي صح بتنقص، مرات تولي حتى زيرو، لكن بشوية بشوية مع الوقت تولي للطبيعية، مع ان البلد بريشر راو قاعد 70 وقاعد 110، ما ولاش للطبيعي. لكن بما انها شورت ما تقدرش اللي هو تغير الضغط اللي كامل الوقت ديما، فهنا تسبب لك في حاجة نسموها فاشين الادابتيشن، يعني ال 110 هي تولي النورمال الجديد بالنسبة للبارو ريفريكس، لكن هي قاعدة هايبرتنشن. لكن شني البارو ريفلكس يشبه فات طبيعية جديدة باي. ولو 70 مثلا قعدت حتى هي يومين وقعدت اكتر، فهنا خلاص البارو ريفلكس راح يشبح فات طبيعية جديدة ومش حيصير لها اكتيفيشن. هذه من ناحية شني، هذه من ناحية الادابتيشن. الادابتيشن عبارة عن شني، عبارة عن انه لو صار في انكريس او ديكريس للبريشر فور لونج بيريد اوف تايم، في البدايه صح حيصير في اكتيفيشن اللي هو حيكون للاكتيفيشن للبارو ريفلكس، والفريكونسي يزيد وتنقص على حسب البريشر، لكن مع مده شويه يبدا يقول خلاص ما عادش نقدر، الفريكونسي بيردها للطبيعي مع ان البريشر راهو قاعد زايد او ناقص على حسب باهي. فهذه علاش في ناس عندهم صح هاي بوتنشن وهاي بوتنشن، مع ان عندنا ميكانيزم مفروض تعادله، لكن بما ان للاسف ما هيش لونج تيرم حتكون شورت تيرم. ما هيش للاسف، اكيد كل حاجه تعتبر حكمه من الله، فما نقدروش نقولوا انها حاجه تعتبر غلط، لان كل شيء اللي مبرر واكيد في كل شيء اللي سبب احنا قاعدين ما نعرفوش اصلا. تاني حاجه عندك الكاروتيد نتكلم عليها قبلها، نسموها سيندروم او ميكانيزم قبل ما اخش في الكيمو وال سي ان اس اسكيميك ريفلكس. في حاجه اسمها الكاروتيد ساينوس سيندروم. شنو معناها؟ اللي هي الكاروتيد ساينوس، علاش نكتب فيها بالاتش؟ كاروتيد ساينوس سيندروم. تمام، شنو هي الكاروتيد ساينس سيندروم؟ عباره عن شنو، ان الاوفر سنسيتيفيتي اوف دي بارو ريسبتور في الكاروتيد ساينس. شو معناها اوفر سنسيتيفيتي متاعها؟ يعني لو صار انكريس في البريشر بسيط، يصير لك اللي هو انهبش المين ارتيريال بلد بريشر ويطيح، فيخش اللي هو حيكون في شنو، يخش في فينتينج او يخش في شنو اسمه نسموه فيها انكونشس، وينقص ينقص المين ارتيريال بلد بريشر، ينقص حتى البلد فلو للبرين، فيخش في اسكيميا. مثلا نقول واحد لبس ربطة عنق اللي يسموها التايت كولر، تمام، هذه شنو تسبب له؟ تزيد له في الميورال بريشر من برا، ديما خليك ترانس ميورال بريشر ما عمرك تنسى. بما ان البريشر زاد من برا على البلد فيسل، حتى هو شن زاد له؟ زاد الضغط متاعه. فهنا شن بيسبب لك؟ يسبب لك ان ستيميوليشن، واستيميوليشن هذا شن اكتيفيشن للبارو ريفلكس. بيحسبها شن؟ يحسبها ان زايد الضغط متاع البلد، تمام، بما ان يحسب له شن ان زايد الضغط، لان هنا نقول مثلا البارو ريسبتر هنا شن دار له؟ هو دار له اللي هو نقص له الراديوس، كان دار له ارتيفيشال او نقولوا ان حاجه غير طبيعيه، نقصت اللي هو زادت الريزيستنس ونقصت الراديوس، تمام. فهذه شن كأنه زادت التوتال بريفرال ريزيستنس، لكن من ناحيه شني او نقولوا انها زادت اللي هو حيكون التوتال بريفرال ريزيستنس، لكن من جهه واحده. فهنا شن صار؟ صار في انكريس للمين ارتيريال بلد بريشر في الريسبتر هنا، فقال لك زايد، فصار في انكريس للبريشر، مع انه ما فيش انكريس للبريشر، عباره عن شني ان ربطه العنق هذه دارت زياده في البريشر بسيطه عن طريق ان شني ضيقت على البلد فيسل. فلما يجي الريسبتر هذا يحسب ان في زياده في البريشر، اكيد بيزيد الفريكونسي، بيكلم السي في سي، بيدير انهبيشن لشني للسمباتيك او ستيميليشن للبارا، فيطيح المين ارتيريال بلد بريشر تحت الطبيعي، لانه راهو هي شني كان طبيعي المين ارتيريال بلد بريشر، لكن هنا على خاطر ضيق البلد فيسل اللي قبله يحسبها في زياده في البريشر. ولما يطيح المين ارتيريال بلد بريشر اكيد البلد فلو حينقص، بما ان البلد فلو ينقص لمين؟ ينقص للبرين.
وما تقوليش لا، مش قلت ان راهو هذه مفروض ان الريجوليشن نتاعها حيكون ميتابوليك بدل نيرفس. لا، احنا نتكلموا الحاجه اللي توصلها، ما نتكلموش على البلد فيسل اوف ذا برين نفسها، لا نتكلموا على البلد فلو للبرين بعدين يتصرف فيه بالميتابوليك ريسبونس نتاعها. لان لكن انت من الشيشمه من الاصل من نفسها انت نقصت له البرين فلو، فيخش اكيد حيكون في اسكيميا. وبعدين طبعا تم معاها الاسكيميك ريفلكس تاو نتكلم عليه. فهذا هو الكاروتيد ساينس، عباره اوفر سنسيتيفيتي اوف ذا ريسبتور بار الريسبتور بتاع الكاروتيد ساينس للبريشر. فلو صار اي تضييق قبله يحسبها في زياده في البريشر، مع انه في يعتبر نورمال مين ارتيريال بلد بريشر، فينقص له البريشر يخش حتى في فينتنج ويخش في اسكيميا. ف مرات لو شفت حد مثلا انت لابس بدله رسميه او لو شفت لابس تايت كولر وصار له فينتنج، او الحاجه شنو ديرها؟ تنحي له ربطه العنق باش ترد لشني ترد للستيت اوف بلاد فيسل اللي كانت عليه، باش بعدين بشويه بشويه الريفلكس سيستم يرد يصير لشني يرد له للطبيعي. لان زي ما نعرف ان البر ريفلكس شورت تيرم ومش حيعطل بيه ان شاء الله. تمام، فهذه البر ريفلكس نمسحهم ونخش على الكيمو ريفلكس. كيمو ريفلكس تعتبر اسهل واقصر واحدة فيه، ما تاخدش حتى 5 دقائق. خلينا نوقف الاسبوع واحد يعني قبل. تمام، توم نتكلم على الكيمو ريفلكس، نقولوا انها تاني واحدة بي اللي حتكون الكيمو ريفلكس. شنو هي الكيمو ريفلكس؟ من اسمها كيمو ريفلكس تعتمد لك على كيميكال سبستنت ريجوليشن ارتيريال بلود بريشر. كيف يصير؟ اول حاجه بنرد لمعادلتنا الاصليه اللي هي مين ارتيريال بلود بريشر كاردييك اوتبوت توتال بيريفرال ريزيستنس. تمام، فهذه اول حاجه نبه بكيف بتطبقها من ناحيه كيميائيه. تخيل انت صار في نقص في المين arterial blood pressure، فحينقص البلد فلو الماشي للبلد فيس المعين. تمام، نقص البلد فلو شو معناه؟ بيصير في accumulation الميتابولايت، ولا بما انه يصير في accumulation الميتابولايت معناه نلقوا ان السي او 2 زاد والاكسجين نقص، الاو 2 نقص. هذا هذا شنو يسبب لك؟ يسبب لك في ستيميوليشن لكيمو ريسبتر كيميكال ريسبتر، والكيميكال ريسبتر هذا يفعل لك اللي يمشي نفس الشيء ريسبتر كيمو ريسبتر. للعلم ان حتى الكيمو ريسبتر بتاع الكيميكال ريفلكس حتى هم في الكاروتيد ساينوس والاورتك ارش. تمام، الاورتك ارش ونسموه فيهم كاروتيد واورتك بوديز، فهذا مو ما نسموه فيهم شنو. هنا يقول لك ديره حتى شنو كاروتيد aortic bodies. تمام، فهذا هو لو الكيمو ريفلكس هنا لو زاد السي او 2 ينقص الاكسجين، يقول لك حاف في ديكريس في البريشر، شن من ندير؟ ندير لك سمباتيك، نزيد للتوتال بيريفيرال ريزيستنس، نزيد للكارديك اوتبوت. هذا كله بنزيد، انا نبي نزيده باش نعوض اللي صار لي باي. لكن لو صار انكريس في المين ارتيريال بلود بريشر كده حيزيد البلود فلو، اكيد حينقص اللي هو السي او 2 ويزيد الاكسجين، وهذا يديلك في انهبت للاكتيفيتي متاع السمباثيتك. سيستم. تمام، فهذا هو الكيمو ريفلكس حرفيا، ما فيش حاجة تانية تقدر تقول عليه، بسيط وسهل جدا جدا. تمام، تو نخش على حاجة تانية اللي هي ال سي ان اس اسكيميك ريفلكس. تمام، تو بنتكلموا على تالت او اخر شورت تيرم ريفلكس اللي هو نسموه فيه سي ان اس اسكيميك ريفلكس. الريفلكس هذا بسيط جدا لو تفهمه ومليح، قصدي حتى بالاكي
يعتبر كلينيكال ويعتبر حاجة مهمة باش تفهمها. أول حاجة، هل هو طبيعي؟ لا، ما هوش طبيعي. يصير في الحالات لما يصير في اسكيميا للبرين، وهذه ما عمرها تكون حاجة طبيعية وحاجة خطيرة جدا. What are the factors that may cause the brain ischemia؟ لأن هو أصلا activated لما تصير لك اسكيميا في البرين. فأول حاجة لو منقولوا أن الفاكتورز، تمام، لو ناخدوه هنا هيكي نديرو مثلا نقولوا factors of the reflexes. أول حاجة اللي هي significant decrease in mean arterial blood pressure، وهذه لما قلنا في الكاروتيد ساينس لما يحسبها ان في انكريس للبريشر يطيح البريشر ممكن يسبب في اسكيميا. فاول حاجه significant او هاي دروب ان مين ارتيريال بلود بريشر، يعني لو صار في ديكريس ان مين ارتيريال بلود بريشر، نقوله مثلا هو كان 100 نقوله وصل حتى 50 ل 60، هذا هو البرين مع الشيوس لدم يخش في اسكيميا الطول. تاني حاجه، وهذا باش انا الرسم هذه، انكريس في السيريبرو سباينال فلويد بريشر، يعني لو زاد سيريبرو سباينال فلويد بريشر، وهنا بتولي للترانز ميورال بريشر من جديد. هذا باش نقول لك راهو حاجه مهمه، البريشر لازم تفهمه بالكونسبت نتاعها كلها، مش تقول لا سيريبرو سباينال فلويد شن دخلك، لا هذه هي ترانز ميورال بريشر. فانت تخيل لو نقولوا ان هذا اللي هو سب اراكنويد سبيس، واما فيها اكثر شيء اللي هو حيكون اللي سيربرو سبينال فلويد، وهذا من البلد فيسل اللي خاشات لشين البرين ستم. تخيل انت لو زاد الفلويد بريشر هناك يعباها اكثر من الطبيعي، باي، وبدا شنو يدير؟ بدا يضغط على البلد فيسل، فنلقوا لين يصير لشني نلقوا ان البريشر اصلا بتاع البلد فيسل يولي اقل من البريشر بتاع السيربرو سبينال فلويد، ويصير لا كولابس. ولما يصير لا كولابس شنو يصير؟ لا يصير لا ديكريس في البلد فلو، يخش في اسكيميا من جديد. هادم اللي هما الفاكتورز افكت متاعها. كيف الميكانيزم متاعها؟ سهل الميكانيزم متاعها، significant increase in total peripheral resistance. مش هو الريسبونس متاع ان الفاكتور متاعها انه نقص، الريسبونس متاعها حيكون انه يزيد. الريسبونس متاعها انه شنو يدير؟ انه يزيد، حرفيا يزيد في كمية غير طبيعية من هو اصلا غير طبيعي، لكن نقولوا انه شنو من التوتال peripheral resistance، يوصل تخيل لل 270 مليمتر مركوري. اه 270 مليمتر مركوري، تمام. فهذه هي الافكت متاعها، انه لما يوصل للبرين ستيم مع شينجا ان بلد وصل له يفعل الريفلكس، والريفلكس هذا يفعل لك السمباتيتك من السي في سي طول، يدير لك significant او سيفير فاسو كونستريكشن، يسبب لك في انكريس توتال بريفرال ريزيستنس، باش يزيد لك شنو؟ يزيد لك اللي هو كده المين ارتيريال بلود بريشر اللي هو زي ما قلنا، تمام. فهذه هي الفاكتور متاعها. فالاسكيميك عباره عن شنو؟ مهم تيدي لك في برودوس هاي بلود بريشر تو اوفركم الحاجه اللي عاقت البلود فيسل من انه يجي، هل هو ان ديكريس البلود بريشر او هي اللي حتكون اسكيميا. وزي ما قلنا ما يعتبرش طبيعي. حاجه ثانيه بس منزيدها، ان لما مش قلنا ان اسكيميك ريفلكس، في حاجه ثانيه، في اسم ثاني للاسكيميك ريفلكس، لما يكون السبب متاعها سيريبرو سباينال مش ديكريس المين ارتيريال بلود بريشر نسموه فيه كوشن بالاي ولا الاو، كوشنج مش كوشن، كوشنج اللي هو ريسبونس، فهذا هو عباره عن شنو؟ هذا اللي هي الريفلكس لما يزيد اللي هو سي اس اف. فهذه هي الاسكيميك ريفلكس. لما تشوف انت لما تحكي على الريفلكس او تو تمن احنا الشورت تيرم، ولا لما تحكي عليهم احكي عليهم فهم وبشويه تلقى روحك سهلات، لكن لما تفكر فيهم حا اسكيم ريفلكس اسكيميا ومش عارف شنو هو وما نعرفش معناها اسكيميا اصلا بشويه. اسكيميا شوف عباره عن نقص بلد فلو، بعدين شنو صاير فيها وكيف صارت وعلاش تصير وكيف تصير، هذه الحاجات اللي تبيهم بس، وهل هي طبيعيه وهل هي لا. بس هذه هي ديما خذها كقصه خير من انك تحفظ في مجلد وخلاص بعدين يقول لك الطبي بيحفظ. تمام. طب ما نخش في الانترميديت واللونج تيرم. دقيقة بس.
تمام، نتكلموا عن رينال انجي تنشن ريفلكس. ما اعتقدش في حد كان متخيل انه من الرسمة هذه في السي في اس، لكن عادي بسيطة جدا. اول حاجة اكيد عندنا وايد افرنت نارو افرنت، هذا اللي هو بومنز كبسول بروكسيمال لوب هنلي ديسندنج ثين اسندنج ثيك اسندنج والديستال والكوليكتنج دكتس. على المهم، على ايش رسمت هالرسمة هذه؟ لانها هي مهمة في حاجة نبوها توا في ال او خلينا نكتب الريفلكس، احنا اصلا ما كتبنا شيء، سموا فيه اللي ورينا انجيو تنسن ريفلكس، حتى نسموا فيه حاجة تانية، نسموا فيه رينال اسكيميك ريفلكس. كيف؟ اول حاجة انت تخيل صاير لي ديكريس في البريشر متاع الوايد افرنت، هذه نقص البريشر هنا، باي معناه ينقص هنا كمية شني، كمية البلد، فالجلوميرولر فلتريشن ريت ينقص، باي. تاني حاجة لما ينقص ينقص الفلو هنا، باي، ويصير لك اوفر ري ابزوربشن زي ما قلنا للصوديوم والكلورايد. على المهم شنو ينبو هنا في الديستال كونفوليتد بيول، هنا جاكستا ميدولاري، جاكستا ميدولاري اللي هو حيكون هنا اللي نسمو فيهم السيلز، مهمتهم شنو ريسبونس للصوديوم والكلورايد كونسنتريشن، بيكونوا لك شنو بيكلموا لك اللي جاكستا جلوميرولر اللي هم حيكون في الافرنت، تمام. والجاكستا جلوميرولر هادم بشنو بيطلعوا لك؟ بيطلعوا لك رينين، والرنين مهمته شنو؟ هذا الرنين، والرنين مهمته عبارة عن شنو؟ انه يحول لك اللي هو حيكون الانجيو تنسينوجين لانجيو تنسين واحد، فنسموه فيها شنو؟ انجيو تنسي نو، خلينا كتبتها هيك يعني، تنسي نو جن، يحوله شنو؟ يحوله لانجيو تنسين واحد. طبعا بعدين وين يمشي سيركوليت اللي يمشي لللنج، باش يتحول لك عن طريق الايس، شنو هو الايس؟ نسمو فيه انجيو تنشن كونفرتينج انزيم لانجيو تنشن 2. با هذه القصه كلها كيف صارت. با تو احنا من نمشوا هنا من ديروا ان الفاكتورز نتاعنا، بما ان نقصنا احنا الجلومرال فلتريشن ريت عن طريق اللي ديكريس البريشر، ففي افكت صاير نبو نغيروه، ما عادش نبوه يصير باهي. فاول حاجه بتصير طبعا هذه ممكن حتى تصير عن طريق ديكريس البلد فوليوم في الهيموريج، اللي هو تصير في الريفلكس ممكن تكلمنا عليه في الانجيوتنشن قبلها. على المهم لما تكلمنا انه صار في ديكريس البريشر باهي، انجيوتنشن تو شن بيدير؟ اول حاجه بيعادل البريشر اللي نقص، فمهمته انه يزيد في التوتال بيرفرال ريزيستنس، وهذه مهم انه يزيد اللي هو حيكون عباره عن التوتال بيرفرال ريزيستنس. وتاني حاجه انه يزيد البلد فوليوم، لان لو سمح الله كان صار هيموريجي بيعادلها، تمام. فهذه كيف يصير يديرهم الافكت هذا؟ يدير فيهم عن طريق اربع حاجات مهمه، او هم زوز مقسمات هيك هيك، تمام. فواحد اثنين، فاول حاجه هنا اللي حتكون عباره عن نسموها فازو كونستريكشن، اهم حاجه للارتريول، ارتريول. تاني حاجه يدير فيها حتى لشين، يدير فيها حتى للفين، للفينز. فهنا باش يزيد اللي هو حيكون التوتال بيرفرال ريزيستنس، وهنا باش يزيد في الكارديك اوتبوت، لان شنو يزيد هنا؟ كارديك اوتبوت، لان هنا يزيد في الفينس ريتيرن. تاني حاجة ان اللي هو حيكون يدير في ديكريس للصوديوم والووتر اكسكريشن، يزيد في الريابزوربشن متاعهم، يمنعهم انهم يطلعوا من الجسم، تمام. بما انه ينقص فيه باش يزيد شنو؟ يزيد في الابزوربشن متاعهم في الجسم، باش يزيد في البلد فوليوم. وصل البلد فوليوم حتى هو للعلم يزيد لك في شنو؟ يزيد لك في البريشر، تمام، اللي هو البلد فوليوم. خير البلد فوليوم يزيد لك اللي هو حيكون في الكارديك اوتبوت، ويزيد لك حتى في البلد بريشر، فيزيد لك في الكارديك اوتبوت والبريشر. زوز نقولوا مين ارتيريال بريشر، فالزوز يزيد فيهم، تمام. خليني نمسح هذه ما بوهاش تو اصلا ما فيهاش فايده هنا.
تمام، فيزيد له في البريشر. تاني افكت او افكت تبع هذا انه شنو يفعل لك الالدستيرون، والالدستيرون حتى الدستيرون حتى هو خيره. الالدستيرون يزيد في الصوديوم ري ابزوربشن في الـ في السكند هالف اوف ديستال كونفوليوتد تبيول والكوليكت اندكت. فهنا مهم ده شنو يزيد لك في الووتر ري ابزوربشن، يزيد لك في البلود فوليوم، يزيد لك في الكارديك رات، بتزيد لك في البلود بريشر. فهذه هي ميكانيزم الانزيوتنشن، واغلبيتها انا عارفه من قبل. مهمته انه يزيد البريشر او يرد للطبيعي ويزيد في البلود فوليوم، ويعتبر لك من الانترميديت لللونج افكت اللي هو يقعد عباره عشان باش يخدم اصلا يبي مينتس، يبي قريب تلت ساعه، ويقعد حتى اللي هو حيكون عباره عشان دايز من ناحيه الاكتيفيتي. تمام، فهذه من ناحيه اللي الاخر ريفلكس اللي هي من اللونج انترميديت ريفلكسز. وتم اخش على حاجه بس هي من نوقف بها الفيديو هذا باش نوصل لساعه بالضبط، اللي هي الهايبرتنشن والهايبوتنشن. بعدش بعدين نخشوا في المايكرو سيركيليشن اللي بنتكلم على الايديما وبنتكلم على الليمف وبنتكلم كيف يصير في ريابزوربشن، كيف يصير في ديفيوجن مع بعض. مش بعدها يقعدنا بتاع جهه الاكسرسايز والجو هذا براحه ومسهلات. تمام، خلينا نوقف الفيديو. تمام، نتكلموا على الهايبرتنشن والهايبوتنشن. اول حاجه بنتكلم عليها الهايبوتنشن، واكيد تعرف الهايبوتنشن عباره عن شنو، عباره عن نقصان في الضغط. هايبوتنشن، هايبوتنشن عباره عن شنو، هايبوتنشن عباره عن ديكريس في الضغط، ديكريس في البريشر. كيف يصير؟ اول حاجه هنا نبو منا نبو زوز حاجتين نبوهم. اول حاجه نسموها اورثوستاتيك، والتاني بنتكلم على الهيمرج. فالاورثوستاتيك شنو هي الاورثوستاتيك؟ الاورثوستاتيك اللي هي عباره عن شنو، البريشر ديكريس بيست اون دي ستاتيك بتاعك، يعني اللي هو الفيزيك بتاعك. هل لما زي ما مثلا في ناس يوقفوا مثلا من جلوس او من انه سوباين بوزيشن يوقف فجاه، هنا يصير له ديكريس في البريشر، ممكن حتى يحس في روحه دايخ ومره يطيح. فهذه تسموها اورثوستاتيك هايبوتنشن، اللي هي عباره عن شنو، اللي هي عباره عن ان الافكت بتاع الجرافيتي على البلود فيسلز يدير له شنو، ينقص له في الفينس ريتيرن. بما انه ينقص له في الفينس ريتيرن، ينقص له في الكارديك اوتبوت. تمام، ينقص لك في الكارديك اوتبوت، فهيك ينقص لك في شيء في المين ارتيريال بلود بريشر. هذا باش نسموه في هايبوتنشن او اورثوستاتيك هايبوتنشن. فهذه اهم حاجه من ناحيه الاورثوستاتيك هايبوتنشن. لكن في حاجه مهمه نبوها، انت تخيل مثلا هذا رجلين الشخص اللي مثلا واقف توا، تمام، والبلود فيسل اللي فيه، بما ان البلود فيسلز اللي هم حيكون عباره عشان ما يقدروش يرفعوا للدم اجينست الجرافيتي طول، شنو يصير فيه؟ هنا يصير في حاجه نسموها فيها بولينج. نقول نديرها بلح، سموا فيه عباره شنو، فينس بولينج، يعني في كميه دم تقعد هنا كانه بول، يعني كانه مستنقع دم وقعد ما قدرش يركب فوق، فنسموا فيه فينس بول. فلما يقول لك ان الافكت بتاع اللي هو الديكريس في الفينس ريتان في الاورثوستاتيك هايبوتنشن عن طريق شنو، عن طريق ديو تو فينس بولينج، اللي هو خلى البلود فوليوم اصلا تنقص وخلى الفينس ريتيرن ينقص. باقي هذا كله هل هو صح؟ هل حيتعوض؟ لو بتفكر فيها هل حيتعوض؟ اكيد حيتعوض. مين ارتين البلود بريشر لما يوصل الكاروتيد ساينس يقول حه انقص، البارو ريسبتور يلقاه يقول حه انقص المين ارتين البلود بريشر، فنقول ان الفريكونسي تنقص. بما ان الفريكونسي تنقص يكلم لك السي في سي، يدي لك سيمباتيتك يرد للطبيعي. فهمت كيف؟ فهذه هي الاورثو ستاتيك ميكانيزم، عبارة عن ميكانيزم سهلة جدا عن طريق الفينس بولينج، ينقص الفينس ريتيرن، ينقص الكارديك اوتبوت، ينقص مين ارتيري بلود بريشر. وعندنا ميكانيزم توقف الشيء هذا عن طريق اليابارو ريفلكس. اثنين، الهيمورج. هيمورج سهلة جدا، حتى هي نفس الشيء. هيمورج مش دبل ام، هيموريج تقريبا فيه اتش هنا، هيمورج. فهذه هيمورج عباره عن شنو، عباره عن بليدنج، والبليدنج ممكن هذا الهيمورج ممكن يكون عباره عن شنو، مايلد مودريت سيفير. هذا اللي هو حيكون عباره عن شنو، يختلف على حسب الحاله، ممكن اكيوت عن طريق حادث، ممكن اللي هو حيكون في حتى مثلا في هلبا انواع من الهيمورج. تمام، بوش نخش فيهم كلهم. المهم ان السيفيريتي بتاع الهيمورج هذا يتسبب لك في شنو، على حسب مثلا كان اكستريم، تخيل اكستريم هيمورج تنقص لك في البلود فوليوم،
وبما انه لما ينقص البلد فوليوم حينقص يعني حينقص الفينس ريتيرن، ولما ينقص الفينس ريتيرن ينقص الكارديك اوتبوت، ولما ينقص الكارديك اوتبوت ينقص المين ارتيريال بلد بريشر. وطبعا حنعادلوه بنفس الرفلكس اللي تكلمنا عليه هنا، الفريكونسي بتاع الريسبتور بتنقص، بما ان الفريكونسي تنقص معناه يكلم لك السي في سي، يكلم السمباتيك يرد لي، وحيكون مين يعطي البلد بريشر باك تو نورمال. فهذا هو الهايبوتنشن اورثوستاتيك او هيموريج. تاني حاجه نتكلم عليها اللي هي الهايبرتنشن، والهايبرتنشن اللي هي مهمتها هي عباره عن شنو، ان نلقوا ان البريشر عباره عن شنو، نلقوه زايد اكثر من الطبيعي، يعني 110 واكثر، تمام. فهذا هو بشكل عام ان الهايبرتنشن، ويعتبر عبارة عن شنو، يعتبر سيريوس ديزيز وفيها الالنسز. لكن هذا اللي متكلمين عليها اللي هو الكلية، ان في حاجة اسمها هايبرتنشن، زيادة في الضغط عن الطبيعي، معدلات اللي هو حيكون ممكن من 110 ل 140، تمام. وهذا هو يعتبر عبارة عن شنو، كلينيكال ديزيز. تمام، تو نمشي نشوف وش الكلية. تمام، تو نبدأ من البداية من الريجوليشن بتاع الارتيريال بلد بريشر. قلنا يو مينتيننس اوف نورمال بلد بريشر، تمام، تو كيب اللي حيكون السيركوليشن، اتس امبورتنت طبعا في السرفايفل زي ما قلنا، المعادلة هذه مهمة. ذير فور تشينج في المين ارتيريال بلد بريشر كان بي كوركتد باي كارديك اوتبوت او توتال بريفرال ريزيستنس. قال لك ذير ار ماني كنترول ميكانيزمز ويتش ريجوليت البلد بريشر، والميكانيزم هذا مكلاسيفايد انتو شورت تيرم وانترميديت لونج تيرم. فاول حاجه الشورت تيرم اللي هو حيكون عباره عن نيرفس ريفلكس، اللي هو اكتيفيتد طبعا اللي هو حيكون تشينج في البريشر، فزي ما تكلمنا يقعد اللي حيكون فيو اورز، بعدين ديسابير اللي حيكون ودن دايز. اولموست اول اوف ذيم زي ما قلنا نيجاتيف فيدباك، البارو كيمو والسي ان اس اللي هي سكيميك ريفلكس ار اكزامبل بتاع الشورت، واللونج اللي انترميديت ديز ميكانيزم اللي حيكون اكتيفيتد طبعا في مينتس لي اورز، وريمين اللي حيكون فور دايز اب تو ويكس. رينين انجيوتنشن ريفلكس اللي هو حيكون ايديال اكزامبل. البارو ريفلكس اللي هو حيكون زي ما تكلمنا عباره عن ريفلكس ريجليت البلد بريشر، يعتبر لك اللي اوتونوميك عن طريق السمبا والبارا، يعتبر لك البارو ريفلكس امبورتنت ذا موست امبورتنت نيورال ميكانيزم ريسبونسبل فور ذا شورت تيرم اند كويك ريجوليشن. طبعا اللي ورك اول ذا تايم مينتين زي ما قلنا نورمال ارتيريال بلد بريشر، ريجليت البلد بريشر اللي حيكون ستارت اللي حيكون ود ريسبتورز اللي هم سنسيتيف اللي هم نسموه فين بارو ريسبتور، والبارو ريسبتور ار اللي هو حيكون نيرف اندنج امبيدد ان ذا وول كاروتيد ساينس اورتيك ارش. نمشي اللي بعده اللي هو حيكون انفورميشن كونسيرن انكريس اور ديكريس ترافل فروم ذا بارو ريسبتور اللي ريتش الكارديو فاسكولار سنتر سي في سي اند ميدولا عن طريق الجلوسوفالنجيال والفيجاس. البارو ريسبتور زي ما قلنا يعتبر شيني ستريتش ريسبتور، ده ريسبونس ستريتش اللي حيكون اند ديفورميشن اوف ذا فيسل اللي حيكون باي تشينج ان ذا بلاد بريشر. كاروتيد ساينس اللي هو حيكون هرمون سنسيتيف زي ما قلنا، والبارو ريسبتور هاف بيز اللي هو حيكون ريد زي ما تكلمنا، عندك اللي هو حيكون عباره عن اوف فايرنج اكوردنج تو تشينج البلد بريشر، انه يصير له تغيير لما يزيد البريشر الفريكونسي تزيد، اللي هو وير لما ينقص البريشر حيكون الفريكونسي تنقص. And few number اللي حيكون في impulses اللي حيكون sent to the cardiovascular center for example rapid decrease اللي حيكون pressure ممكن تخليه زي ما قلنا شني يوقف او يولي زيرو. تاني حاجة البارا ريفلكس تعتبر شني an example لل negative feedback mechanism، وال negative feedback mechanism اللي هو حيكون خير lead لل stability of the system زي ما قلنا in response to اللي هو حيكون contractors counters اللي هو حيكون of the stimuli. In other words فلما يصير decrease المين arterial blood pressure يسبب لك في pressure، والpressure عبارة عن شنو، انه يزيد لك في pressure، تمام، يزيد لك في المين arterial blood pressure. لكن لما يصير increase يزيد لك في depressor اللي هو ينقص لك المين arterial blood pressure. تاني حاجة الكومبوننت بتاع البارا ريفلكس اكيد اللي هو الريسبتور ديتكت اللي هي pressure نفس الكلام. تاني حاجة النيرف اندنج اللي هو حيكون embedded. تاني حاجة الافرنت، فدي رقم واحد الريسبتور، اتنين حاجة اللي هو تاني حاجة الافرنت اللي هي consists sympathetic البارا sensory nerve fiber transmit information ما شات شني اللي هو حيكون increase or decrease the blood pressure طبعا عن طريق ما شات شني للسنتر، والسنتر زي ما قلنا المظلة اللي هو CVC cardiovascular center، والإفرنت اللي هو حيكون sympathetic والبارا sympathetic
اي فرنت فايبرز والافكتر اورجان اكيد هارت بلود فيسل اما فينز ارتريوز. ثاني حاجه ستيمولاي زي ما قلنا لما يصير في ديكريس انهبيشن برا الريسبتور الاكتيفيتي في برا الفليكس اللي هو تصير الافرنت اللي ما يمشي للسي في سي يدير في السمباتيك اكتيفيتي وبرا السمباتيك، لكن لما يزيد المين ارتير بلود بريشر يصير في ستيميشن برا الريسبتور نفس الشيء يصير في اكتيفيشن برا الفليكس. البرا الفليكس تخدم في الزوز اكيد يبعث لك اليو سنسر انفورميشن للسي في سي ينقص لك السمبا يزيد البارا يرد المين ارتير بلود بريشر باك تو نورمال. فلما يزيد اللي هو حيكون اللي هو انكريس بالسمبا وديكريس بالبارا كوزد باي ديكريس مين ارتير بلود بريشر يزيد لك في شيء كورديك اوتبوت زي ما قلنا توتال بيرفرال ريزيستنس. لكن لما يقول لك ديكريس في السمبا وانكريس في البارا هذه تنقص لك في انكريس في ديكريس في السمبا وانكريس في البارا هذه ان ريسبونس تو انكريس اللي حيكون في مين ارتير بلود بريشر ترد اللي هو حيكون مين ارتير بلود بريشر باك تو نورمال. ان سمري قال لك اللي هو حيكون ديكريس في مين ارتير بلود بريشر يسبب لك انكريس في السمباتيك باش يرده للطبيعي، ولو صار في ديكريس اللي هو حيكون لو صار في انكريس للمين ارتير بلود بريشر يصير لك انهبيشن للسمبا ستيميليشن للبارا باش يرده للطبيعي. تمام summarize all the events اللي حكون هذا يحكي على التيبل اللي مهم نلقاها ديلك في summarizing للمهمة اللي تصير في البارالفليكس. وزي ما قلنا therefore an increase in the sympathetic اللي حكون activity اللي هو حيكون all the events shown under the column the increase more the decrease. لا هذا تو بيحكي على الجدول تو نشوفه هنا، هو الجدول تو نشوفه هنا قال لك اللي هو حيكون it is it should be noted that the arterial constriction you caused an increase with sympathetic activity does not occur زي ما قلنا متاع شني اللي هو حيكون does not occur in all vascular bread اللي هو bread قصدي اللي هو such as زي ما قلنا skeletal muscle والجي اي تي والكدني والسكن، هذا اللي يصير فيه من arterial constriction. فده هو طبعا اللي هو particularly مش الارتيريور اللي هو حيكون بتاع الهارت الكورونري ولا اللي هو حيكون السيريبرال بتاع البرين، لان اللي هو حيكون النيورال كنترول نتاع السمباتيتك اللي كورونري والسيريبر از فيري ويك دي كونتراكت الستيت نتاعهم اللي هو حيكون عباره عشان مينلي كنترول باي ميتابولايتس اللي هي الدوميننت نتاعها. في الهارت والبرين عباره عشان ار فايتال اورجن اند اللي البلد فلو ثرو ماست بي مينتيند ات اول تايمز ارتيريال كونستريكشن ان ديز تو فايتال اورجن ممكن يسبب لك زي ما قلنا سيريبرال بلد فلو ينقص فيخش لك في اسكيميا لوس اوف كونشسنس فينتنج سينكوبي في اللي تكلمنا عليها المره اللي فاتت فيجل سينكوبي واسكيميا اللي هو تقعد لك شيني فور فيو مينتس يسبب لك حتى في شيني تشيو دامج. لكن لو صار لك كورونري اسكيميا اكيد انفاركشن نيكروز بعدين يصير شيني فايبروسس. وهذه طبعا التيبل هذه ما فيش حد ما يعرفهاش، السمبا تزيد اكيد في الهارت ريت كونتراكشن والارتيريو سيلم كونستركشن يزيد الفينس ريتيرن عند ستوليك فوليوم اكيد بما ان زاد الفينس ريتيرن يزيد بما ان الفوس اوف كونتراكشن يزيد اكيد ستروك فوليوم يزيد بما ان ستروك فوليوم زاد اكيد كارديك اوتبوت زاد لان هذه على حسب البيت وهذه حسب التايم والتوتال بريفرال ريزيستنس يزيد على خاطر فينا كونستركشن. تنقص السمبا حيصير العكس والبارا ديما يخدم على الهارت ريت والكارديك اوتبوت. تمام اللي بعده نتكلم على الادابتيشن نتاع اللي الريستنج. قال لك اللي اف اني تشينج اللي حيكون في الارتيريال بلود بريشر زي ما قلنا مور ذان 2 دايز البارا ريسبتور خلاص جيت ادابت تو ذا نيو ليفل اند ذا ريت اللي هو برشن ريتيرنز تو ذا اوريجينال نورمال ليفل. ان اذر ووردز لما البارا ريسبتور اللي هو حيكون يقعد 2 دايز اللي حيكون وات ايفر ذا بريشر اللي هو حيكون اللي ار اكسبوز تو يقعد اللي هو الطبيعي. فلو مثلا مولى من 100 ل 160 حتى 160 الفيرست اللي حيكون صح الفايرنج ريت البارا ريسبتور يزيد باش ينقصه، لكن مع الوقت الفايرنج ريت ينقص شوي لان يولي عباره عشان تريتشز باك تو نورمال وذن اللي هو 1 2 دايز ديسبايت ذا فاكت ذات ارتيريال بلد بريشر ناو ريمينز ات 160. لكن اللي حيكون عباره عشان ارتيريال بلد بريشر اللي هو حيكون فولس تو فيري لو ليفل اهدا هو ديسبايت انه 160 نلقوه طبيعي. هنا يحكي على واحده ثانيه قال لك وين دي ارتيريال بلد بريشر اللي هو حيكون يطيح للو ليفل فيرست ريسبتور اكيد ستوب لكن يولي عباره عشان يولي جراجولي يزيد لان يولي عباره عشان ريتيرن تو ذا اوريجينال نورمال. consequently قال لك الكرونيك هايبرتنشن تمام البارو ريسبتور ريسيت مينتين اليفيتد راذر ذان نورمال بلد بريشر. ايه فالكرونيك شو معنى كرونيك هايبرتنشن؟ معناها مستديمه، هايبرتنشن مستديمه. البارو ريسبتور خلاص ريسيت لكن مش مينتين اللي هو نورمال بلد بريشر، لا تو مينتين الاليفيتد بلد بريشر. هذه لو جت سؤال ممكن نجي سؤال يقول لك مثلا ان الادابتيشن او الريسيت اوف دي باروريسبتور ان كرونيك هايبرتنشن از تو مينتين واحد نورمال بلد بريشر اثنين اللي هو حيكون اليفيتد بلد بريشر اكيد حيكون اللي هو اليفيتد اللي هو بلد بريشر. ثاني حاجه الكاروتيد ساينس سندروم هذه قلناها بتاع القرواطه ان سام انديفيدجوال كاروتيد ساينس اللي حيكون فيري سنسيتيف تو اني فورم اكسترنال بريشر مثلا عندك اللي ويرينج كولر تايت كولر
ماي ستيميلات المارشن بارو ريسبتور اكتيفيشن بارو ريفلكس ديبرسر اللي هو حيكون من التوت بريشر يخش لك حتى في سيريبرال اسكيميا. لكن تخيل انك قعدت القروات عليه ممكن حتى يموت اصلا يخش في ريفرسبل برين دامج كان قعدت الاسكيميا 3 ل 5 دقائق. تو الكيمو ريفلكس وتكلمنا عليها تعتبر لك ماينر ريفلكس اللي تعتمد لك على لما يصير ديكريس من التوت بلد بريشر يزيد السي او 2 ينقص الاو 2 ستيميليشن الكيمو ريسبتور يديلك في السمباثيك الباشي هو اللي الماينر تو بريشر باك تو نورمال. الافرن طبعا هي كيمو ريفلكس طبعا نفس الشيء جلوسوفرنجل وفيجاس زي ما تكلمنا نسمو فيهم ايه كاروتيد الاورتيك بوديز. تاني حاجه ان الكيمو ريسبتور ار كيمو شني سنسيتيف ار سنسيتيف ديكريس اللي حيكون السي او 2 والاو 2 دي ار اولسو لوكيتد زي ما قلنا في الاورتيك ارش ريكوردد ساينس از شني اللي ما حيكون البوديز هادو. والسي ان اس اسكيميك ريفلكس هذه زي ما قلنا اللي ليدز تو ماركت انكريس في الهايبر تنشن ارتيريال بلد بريشر طبعا اكتيفيتد باي اسكيميا للبرين ستيم طبعا ممكن عن طريق اللارج دروب في المين ارتيريال بلد بريشر اللي 60 ل 50 او عن طريق الليفيت اللي حيكون سيربرو سبينال فلويد بريشر شنو طبعا اللي هو لان السيربرو سبينال فلويد بريشر ديلك في كومبريشن نقص لك الفلو. تاني حاجه ان الاسكيميا بتاع البرين زي ما قلنا اللي يدير في اكتيفيشن الاسكيميك ريفلكس ستيميليشن سمباثيتك سيفير كونستريكشن سيجنيفيكنت انكريس ان توتال بريفرال ريزيستنس. وزي ما قلنا السي ان اس اسكيميك ريسبونس اللي حيكون عباره عن سترونج بريسر مش ديبريسر ريسبونس ات كان انكريس مين بريشر باك تو اب تو فوليوم 270 تمام. سي ان اس اسكيميك ريسبونس اوبريت اللي حيكون اونلي وين دي مين ارتيريال بلد بريشر اللي هو حيكون عباره عن فولس تو فاليو زي ما قلنا 60 ل 50 دوس اللي هو نلقوا ان الريسبونس از نوت ون اوف دي نورمال ريفلكسز لا حالات الحرجه بس. والسي ان اس اسكيميك ريسبونس ويتش اكورز فولوينج الاكيوت انكريس سيربرو سبينال فلويد بريشر زي ما قلنا نسمو فيه كوشن ريسبونس تمام. في الارتيريال بلد بريشر اللي حيكون انكريس بروجريسفلي ان اتمت تو اكسيد اللي حيكون سيربرو سبينال فلويد بريشر تو مينتين الادكيت بلد فلو تو ذا برين. خلاص هذا تمنا الشورت تيرم نخشوا في حاجة اللي هي انترميديت واللونج اللي تبع شني انجيوتنشن ريفلكس تمام. فادور رينين انجيوتنشن ريفلكس او سيستم اللي هو حيكون كنترول بلد بريشر. فلو نقص الارتيريال بلد بريشر فول ديكريس ان بلد فلو طبعا اللي يسموك شني رينال اسكيميا هذا باش تمنا رينال اسكيميك ريفلكس طبعا ريليس الرينين عن طريق الجاكستا جلوميرولر تمام نلقوه في الوول بتاع الافرنت متاع الكدني تخلص الرينين اللي راح يكون سيركليت البلد يدير لك انت اكس اون انجي تنشن انجي تنشن يخلي شني انجي تنشن واحد بعدين هذا شني يمشي البلد فلوترنج لللونج فيسلز يحول انجي تنشن كونفرت لانجي تنشن 2 عن طريق الانزيم نسموه في ايس انجي تنشن كونفرتنج انزيم تمام. خلاص درونج البريزنس اللي حيكون في انجي تنشن شنو يصير يصير في انكريس ارتيريال بلد بريشر عن طريق التوتال ريزيستنس والبلد فوليوم. فأكيوت انتنس اللي ارتيريال كونستريكشن زي ما قلنا والفينس اللي حيكون يزيد لك في الفينس ريتيرن وطبعا دايركتلي اللي حيكون الكدني ينقص لك في السولت والووتر اكسكريشن يزيد لك في اللي حيكون في الفلويد فوليوم يزيد لك في الكارديو هارت ويزيد لك في المين ارتيريال بلد بريشر اوفر ا بيريد اللي حيكون اوف اورز تو دايز زي ما قلنا تيكس ابوت 20 مينت زي ما قلنا تلت ساعه اللي هو تو بي شني تو بيكمز فولي اكتف. تاني حاجه الكوز اللي حيكون حتى شني ريليز فالدستيرون نفس الافكت طبعا من الادرينال جلاند سولت ووتر ابزوربشن سبب لك اللي هو حيكون انكريس البلد فوليوم يزيد في الكارديك اوتبوت. تو بنتكلم على الهايبرتنشن والهايبوتنشن اللي هي حتكون عباره شني لما تكلمنا على الهايبوتنشن اللي اورثوستاتيك عن طريق الستاندنج تمام موفينج اللي فروم لاينج الهوريزونتال تو ستاندنج اللي هو حيكون عباره شني سوتش از اللي حيكون ذا سمبل اكت اوف جيتينج اوت اوف بيد اند ستاندنج اب مثلا واحد كيف نايد من النوم وقف فجاه هنا اللي هو حيصير عشان هايبوتنشن result اللي حيكون such your simple active لا decrease in venous return زي ما قلنا decrease in venous return decrease in venous return هذا result عبارة عن action الجرافيتي عن طريق اللي هو حيكون عبارة عن الكولوم تاع البلد زي ما تكلمنا كيف حسبنا البريشر نحسبه فكأن column of blood between the heart and the feet which cause the blood to accumulate اللي هو حيكون في الفينز في الفينيول بتاع الفين اللي يديك شنو venous pooling فانبريش changing اللي حيكون في البوزيشن اللي هو lying to standing venous pooling venous return ينقص cardiac output ينقص مين هتين blood pressure ينقص. فهذا هو الاورثوستاتيك هايبرتنشن اللي هو حيكون is detected زي ما قلنا بار الريسبتورز اللي هو حيكون عباره عن turn or اللي هو حيكون inhibited and activated inhibited ان اكتيفيت لي البارو ريفلكس اكيد للبريشر ريسبونس باش يرد المين ارتيريال بلد بريشر باك تو نورمال. فلما نقص المين ارتيريال بلد بريشر اكيد الفريكوانسي نتاع اللي هو الريفلكس زي ما قلنا انهبيتد واكتيفيت لي الريفلكس نتاعنا باش يرد لي عن طريق البريشر ريسبونس مش الديبريسر. تاني حاجه الهيموريج اكيد البلد فوليوم ينقص الفينس ريتان ينقص الكارديك اوتبوت ينقص المين ارتيريال بلد بريشر اكيد ناقص هايبوتنشن الهيموريج ممكن مايلد مودريت سيفير والسيفيريتي اللي هو حيكون عباره عن شنو
decrease في arterial blood pressure depends اللي هو حيكون شني on the severity متاع الهيمورج. فجنرالي ديكريس مين ارتيريال بلد بريشر كوزد باي ذا هيمورج، طبعا انهبيشن بالريفلكس ريفلكس تنقص الفريكونسي، لكن اكتيفيشن للريفلكس اللي هي عباره عن اتمت اللي انكريس او اللي حيكون يرد المين ارتيريال بلد بريشر باك تو نورمال. تمام. ان سيفير هيمورج اول ميكانيزم انفولد لريجوليشن بلد بريشر ار اكتيفيتد. ايه من ناحيه السيفيريتي اكيد الجسم كله يخدم باش يرد للطبيعي. الهايبرتنشن زي ما قلنا اللي هو حيكون امبلايز high blood pressure اللي هو حيكون mean arterial blood pressure نلقو greater than the upper limit. This occurs when the diastolic pressure greater than 90 و systolic أكثر من 140. تمام. فنلقو مثلا 150 ل 170 اللي هو حيكون with diastolic مثلا as high as 130 واللي هو systolic 250، هذا اللي هو حيكون severe hypertension. و hypertension عبارة عن chronic or chronic elevation arterial blood pressure يعتبر شيء serious disease state with lethal side effect. هذا وما في شي حاجة مهمة هل بالهايبرتنشن غير ان اللي هو زيادة في الضغط، نعرف انه يبدأ من 190 ل 140 من ناحية دايستوليك سيستوليك ويوصل حتى 150 ل 70 150 ل 170، وعندك اللي هو حيكون عبارة عشان يوصل حتى من 130 250. فهذا هو تو المايكرو سيركوليشن اللي هو يعتبر التوبيك اللي بعد ان شاء الله.